انتوا هتعملوا ايه يا بنات بعد المدرسه؟ ايه رايكم لو نروح السينما وكمان ناكل ايس كريم؟ بالنسبه لي مفيش مشكله، انتوا عارفين ان انا بحب السينما جدا. في ايه يا رنادة؟ هي الفكره مش عجبكي ولا ايه؟ تحبين نغير الفكره ونروح اي مكان تاني يعجبك؟ لا طبعا الفكره جميله، انتي عارفه ان انا بحب السينما جدا وكان نفسي قوي اروح معاكم، بس للاسف مش هقدر. طيب قولنا ليه مش هتقدري تروحي؟ لان انا للاسف مش معايا فلوس ادفع تذكره السينما او حتى تمن الايس كريم، لان انا عندي ام فقيره وقدر ان انا اكون من عيله فقيره. ما تقوليش كده يا رنات، مامتك بتحبك جدا واكيد بتعمل كل اللي هي تقدر عليه. لو كانت فعلا بتحبني كانت هتشتغل اكتر عشان توفر لي كل اللي انا محتاجاه، بس هي للاسف فقيره ومعهاش فلوس. بس هي لوحدها بعد ما باباكي مات وبتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تصرف عليكي انتي واختك. اكيد مش بتعمل كل اللي عليها، هي لازم توفر لي كل اللي انا محتاجاه. كفايه ان عايشه في بيت قديم وفقير وكل حاجه في البيت متكسره. انا بتمنى ان اسيب البيت وامشي. بلاش تتكلمي كده يا رنان عن مامتك وحياتك بالطريقه دي، علشان انتي مش مكاني ومش عارفه انا حاسه بايه. اكيد مش هتكوني سعيده لما تقدريش تشتري اللي انتي نفسك فيه وتعيشي في بيت فقير وحياه فقيره زيي. احيانا الفلوس مش بتكون كل حاجه في الحياه. طبعا مش هتحسوا بيها لان انتوا الاتنين من عيله غنيه ومفيش حاجه بتتمنوها او بتعوزوها غير لما تجيلكم، يعني ما تقعدوش تتنظروا عليا وخلاص وتدوني نصايح وانتوا بعيد. انا ما بقتش قادره افهمك يا ريناد، من الافضل ان احنا نروح الفصل. معاكي حق فعلا يا رهف. وانتي يا ريناد لو حابه انك تيجي معانا السينما انا عازماكي المره دي. طيب شكرا ليكي يا كنزي. اهلا يا حبيبتي، تحب احضر لك الغدا؟ لا يا ماما، انا اروح السينما مع اصحابي. وبعدين انت دايما بتعملي نفس الاكل كل يوم، وانا بصراحه زهقت ونفسي اكل لحمه او فراخ. بس انت عارفه اسعار اللحمه والفراخ غاليه جدا، مش هقدر اجيبها غير مره واحده بس في الشهر. وبعدين المفروض نحمد ربنا على اي اكل واننا عندنا حاجه نسد بيها جوعنا وخلاص. بالنسبه لي انا مش راضيه على الوضع ده. انا عارفه ان حياتنا مش عاجباكي ودايما باصه لفوق وتبصي لحياه غيرك، بس انا عايزاكي تفهمي ان مش كل حاجه الفلوس وان في حاجات تانية اهم بكتير قوي، بس انت للاسف مش فاهمه ده. هنبدا بقى بالمواعظ والحكم. اكيد اهم حاجه في الحياه هي الفلوس، هي اللي بتجيب لنا كل حاجه وبتخلينا سعداء. انت ازاي تتكلمي مع ماما كده؟ انت بنت سيئه، انت ليه كل شويه تلومي ماما على حالنا وهي ذنبها ايه؟ اسكتي انتي يا فرح، انتي مش فاهمه ولا عارفه اي حاجه عن الحياه. وانتي كمان مش عارفه حاجه، انتي مجربتيش تصحي بدري كل يوم وتروحي الشغل في عز البرد وتضطري تستني الاتوبيس تحت المطر او ممكن تاخديها ماشي علشان توفري الاجره، وعشان كده انتي مستسهله الفلوس وفاكره ان هي بتيجي بالساهل. وانا مش سعيده ولا مبسوطه في البيت ده، واتمنى لو كان عندي ام مليونيره عندها فلوس كتير وتجيب لي كل حاجه، مش أم فقيرة مش قادرة تصرف عليا. أنا حقيقي مش عارفة إيه الغلط اللي أنا عملته معاكي، أنا دايما بحاول أعملك الأفضل واللي أقدر عليه وبشتغل بدل الشغلانة اتنين عشان أقدر أكفي مصاريفك أنتي وأختك، وبعد كل ده أنتي مش مقدرة اللي أنا بعمله علشانك. بس أنتي للأسف مش قادرة تكفي احتياجاتنا، ولازم تدوري على شغل تاني وتشتغلي أكتر عشان تجيبي لنا فلوس أكتر. يعني انتي مش شايفة ان هي بتشتغل شغلانتين وطول الليل وتشتغل ومش بتنام غير ساعات قليلة، وانتي مش مقدرة ده وعايزاها تشتغل اكتر من كده كمان؟ قلتلك اسكتي انتي وما تتدخليش. لا هندخل وهدافع عن ماما، وانا بشكرها على كل اللي هي بتعمله علشاننا. مش زيك انا نية ومش بتحبي غير نفسك. خلاص يا فرح كفاية، ما تتخانقيش معيها. انا هغير هدومي بعديها هخرج اروح عند صحابي، انا ما بقتش طايقه البيت.
ما تزعليش يا ماما، انا معاكي ومش هسيبك ابدا. شكرا شكرا يا حبيبتي. حسن اهلا، تعال اتفضل ادخل. انا عارف ان النهارده يوم اجازتك، عشان كده جيت اشوفك واشوف بنات اختي. عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. شكرا لك يا حسن، انا سعيده جدا بزيارتك لينا. وانا كمان سعيد جدا ان انا شفتكم، وحشتوني قوي. شكرا يا خالو ان انت جيت تشوفنا، انا زعلانه قوي. زعلانه؟ ويا ترى بقى ايه اللي مزعلك؟ عشان اختي رنات دايما بتعامل ماما بطريقه وحشه، وكمان اتخانقت معاها النهارده وكانت عايزاها تدور على شغل تاني. معقول يا ايمان الكلام ده صحيح؟ رنات بتعمل فيكي كده وهي السبب في حزنك ده؟ للاسف صحيح، وكنت صبر عليها يمكن تتغير، لكن هي مش عاجبها حياتنا وبتتمرد عليها، وانا ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف معاها ازاي. انا سبق واتكلمت معاها كذا مره في الموضوع ده، بس هي تقريبا كده مش فاهمه ولا مقدره اي حاجه من اللي انت بتعمليها عشانها. هي فعلا مش مقدره اللي انا بعمله علشانها، وبتقول عليا ان انا ام سيئه. لا طبعا، انت احسن اخت وام، وبعد باباهم ما مات كنت ليهم ام واب، واقل حاجه المفروض تعملها رناد معاكي انها تقولك شكرا يا ماما، مش تتصرف معاكي بالطريقه الوقحه دي. بس هي ما بتقولش كده يا خالو، دايما بتزعل ماما وبتتخانق معاها وتقول لها انت ام فقيره، وانها بتتمنى ان هي يكون عندها ام ثانيه. رينات بتتصرف غلط، وتتراجع عن اللي هي بتعمله ده، وتاخد درس يعرفها غلطتها. انا خلاص ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف معاها ازاي. انتي بسببها بتسيبي فرح طول الليل علشان تشتغلي شغل اضافي وبتتعبي، وهي مش مقدره ده. انا زعلانه جدا ان انا بسيب فرح طول الليل، بس انا مش عارفه اعمل ايه، لازم اشتغل شغل اضافي. دلوقتي اللي لازم تسيبي في الشغل الإضافي وتهتمي بفرح بنتك، لأنها لسه صغيرة محتاجة إنك تهتمي بيها وترعيها أكتر. طيب إزاي لو قعدتي من الشغل الإضافي؟ الفلوس هتنقص، وأكيد مش هقدر أصرف على رناد ولا أجيب لها اللي هي عايزاه. هي دي الطريقة الوحيدة علشان تتعلم الدرس. معك حق، أنا لازم أهتم بفرح وأكون معاها لأنها صغيرة ومحتاجاني. طيب يا ماما، انت شكلك تعبانه قوي، ادخلي نامي واستريحي شويه، وما تروحيش الشغل الاضافي ده تاني. غريبه قوي، انت لسه موجوده في البيت وما روحتيش الشغل ليه؟ لاني انا فكرت ولقيت اني بسيب اختك في البيت لوحدها فتره كبيره، وهي صغيره ومحتاجاني، والمفروض اهتم بيها اكتر من كده. طب ازاي كده؟ احنا مش هنقدر نصرف على البيت وهنكون فقراء اكتر، انت ازاي تعملي كده؟ خلاص ساعديني واشتغلي انت كمان، يمكن نكون بعدها اغنيه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اشتغل؟ انا بقول اللي المفروض يحصل، طالما عايزه يكون معاكي فلوس كتير ومش عاجبك وضعنا، اشتغلي وهاتي كل اللي نفسك فيه، لانك مش بتقدري اي حاجه انا بعملها لك، ولا مقدره تعبي ومجهودي، ولا التضحية اللي أنا بقدمها ليكي ولأختك. أنا مش قادرة أصدق اللي أنت بتقوليه ده، أنا بكره الحياة معاكي وبكره الحياة في البيت ده، أنا خلاص قررت أنا همشي منه. براحتك يا رينات، ده اختيارك، ولو أنت عايزة تسيبي البيت خلاص سيبيه. ما تزعليش يا ماما، أنت لازم كنت تعملي كده، وانا متاكده ان كل حاجه هتكون تمام. رينات مالك جايه زعلانه وغضبانه كده ليه؟ ايه اللي حصل معاكي؟ انا خلاص زهقت ومش قادره اعيش مع ماما تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس يا رينات؟ دي الحقيقه، انا خلاص تعبت ومش عايزه اعيش تاني مع ماما، وهسيب البيت. ليه بس يا رينات بتقولي كده على مامتك؟ دي طيبة قوي وبتحبك، وأكيد مش هتوافق إنك تمشي وتسيبي البيت. ومين قالك إن هي مش هتوافق؟ أنا قررت مش هعيش معاها تاني ولا هرجع البيت. طيب أنتي هتمشي هتروحي فين؟
ممكن اطلب منك طلب يا كنزي؟ ممكن تكلمي مامتك ان انا اجي اعيش معاكم فتره لحد ما ادور على شغل وبعدها اخد مكان صغير ليا؟ انا مش عارفه اذا كان ماما هتوافق ولا لا. طيب ممكن تقولي لها وتشوفي ردها ايه؟ خلاص تمام، انا هقول لها، بس انا عايزاكي الاول تفكري في اللي انت هتعمليه ده، وما تنسيش ان ماما ومامتك يبقوا اصحاب، واكيد مامتك هتزعل لو ماما وافقت انها تعمل كده. انا مش عارفه ازاي مامتك بتكون صاحبه ماما، مامتك ست ناجحه وغنيه، ازاي تكون صديقه لام الفقيره؟ هو بالرغم ان احنا اغنياء فعلا ومعانا فلوس، بس انا ماما مش بنهتم بالمظاهر ولا بالطبقات الاجتماعيه، وهي بتحب مامتك وصديقه ليها عشان هي طيبه وماما بتساعد اي حد بيحتاج لها. طيب من فضلك اساليها لو ينفع اجي اعيش معاكم. خلاص تمام، انا هقول لها، بس على الاغلب انا حاسه ان ماما مش هتوافق. الو غادة، اهلا، ازيك؟ اهلا بيكي يا منى، وحشتيني قوي. انا الحمد لله تمام، بس ايه المفاجاه دي؟ غريبه قوي انك رنيتي عليا الصبح بدري، اكيد في حاجه مهمه عايزاني فيها. اه فعلا انا كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. طيب تمام، اتفضلي قولي لي عايزاني في ايه. مش هينفع الكلام في التليفون، انا لازم اقابلك. اختاري المكان اللي يعجبك وانا هقابلك فيه. خلاص تمام، مفيش مشكله، اقابلك في الحديقه اللي في وسط المدينه. مساء الخير، كويس قوي ان حاسه موجود معاكي. اهلا بيكي يا غادة، احنا بقالنا فتره كبيره قوي ما شفناكيش. انتوا عارفين ان انا مشغوله كتير قوي باعمال الشركه. اكيد طبعا عارفين، بس كل حاجه تمام معاكي؟ انا اتفاجئت جدا من مكالمتك ليا الصبح، طمنيني كل حاجه تمام. انا كنت عايزه ابلغك ان رنادة اتكلمت مع بنتي امبارح وقالت لها انها عايزه تسيب البيت وتيجي تعيش معانا. للاسف اه، انا هحكي لك كل حاجه وكل اللي بيحصل معايا انا ورناد. معقول؟ معقول اللي انت بتقوليه ده؟ رناد بتعمل معاكي كل ده؟ انا زعلانه قوي على اللي بيحصل معاكي ده. انت دلوقتي عرفتي كل حاجه وانا مكسوفه جدا منك، لان انا ام سيئه ومش قادره اوفر كل احتياجات لبناتي لدرجه ان بنتي عايزه تسيبني وتسيب البيت وتمشي. ما تقوليش كده يا منى، انتي بتعملي كل اللي انتي تقدري عليه. وهو ده اللي انا بقوله لبنات اختي، ان مفيش حاجه ضروريه ناقصاهم، عندهم الاكل والشرب وبيت يعيشوا فيه حتى لو مش فخم، بس للاسف رناد مش مقدره كل اللي مامتها بتعمله معاها. اكيد طبعا تفكيرها غلط، بس طالما قررت انها هتسيب البيت يبقى اكيد هتنفذ اللي هي قالت عليه، ولو انا ما وافقتش انها تعيش معانا انا وكنزي ممكن تمشي وما نعرفش مكانها فين. احنا اكيد مش هنفرض عليكي ان رينات تعيش معاكي، اكيد هتكوني متضايقه. اكيد طبعا مش هكون متضايقه، انا هستضيفها في بيتي لو انتوا عايزين كده، وانا متاكده انها هتتغير وهترجع عليكي تاني. انا اكيد صعب عليا ان اقبل ان واحده من بناتي مش عايزه تعيش معايا ومش مقدره تضحيتي ليها. ما تقلقيش، انا عندي خطه وهعلمها درس عمرها ما هتنساه، واكيد انت عارفه ان انا حافظ عليها. انا رايي ان انت توافقي يا منى. يعني تفتكروا ان رناد ممكن تتغير فعلا؟ ما تقلقيش، انا هعرفها قيمه الشغل والتعب اللي انت بتتعبيه وتقدر تضحيتك. انا مفيش حل تاني قدامي غير ان انا اوافق، واكيد هكون حزينه انها هتسيبني، لكن لو ما وافقتش اكيد بنتي هتكون في الشارع وانا مش هقدر اشوفها ابدا وحدها في الشارع. انا عارفه انها عنيده وهتصمم تسيب البيت حتى لو هتقعد في الشارع، وانا هساعدك وهقف معاكي عشان تحلي المشكله اللي انت فيها دي. انا موافق على كلام غاده، وهساعدك كمان في الخطه اللي انت عايزه تعمليها عشان رنيت تتعلم الدرس وتعرف الغلط اللي هي بتعمله. عملت ايه يا كنزي؟ اتكلمتي مع مامتك عشان تسمح لي اجي اعيش معاكم؟ اوكي، اللي انت وقتها ترد عليا بعد الظهر. طيب تفتكري هي هتوافق ولا لا؟ بصراحه مش عارفه. طيب هتعملي ايه لو مامي كنزي ما وافقتش انها تخليكي تعيشي معاها في البيت؟ هدور على مكان تاني اعيش فيه، واكيد مش هعيش مع ماما تاني.
خلاص قررت وده قراري النهائي. طيب هو انتي ليه يا ريناد ما فكرتيش انك تروحي عند خالك تقعدي معاه في بيته؟ لان هو كمان زي ماما فقير، وبعدين لو رحت وعشت معاه اكيد ماما هتاخدني من عنده، وانا مش عايز ارجع لحياة الفقر تاني. بس هما بيحبوكي، انا مش وافقة انك تعملي كده مع مامتك وخالك. انا مش عايزة اتكلم تاني عنهم، انا كل اللي انا بتمناه دلوقتي ان مامتك توافق ان انا اجي واعيش معاكم. رينات كويس قوي انك جيتي. ايه مامتك ردت عليكي؟ ردت عليا وقالت لي انها موافقه انك تيجي وتعيشي معانا في البيت. بجد انا مش قادره اصدق، ده احسن خبر انا سمعته في حياتي. انا كنت متاكده انك هتفرحي وهتكوني سعيده، وهي في انتظارك في البيت، وهي كمان عايزه تكلمك في حاجه قبل ما تعيشي معانا. تمام مفيش مشكلة، أنا فرحانة قوي إن أنا هعيش معاكي، أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي يا كنزي. أنا عايزاكي تاخدي بالك من تصرفاتك يا ريناد واللي أنتي بتعمليه ده. أنا سعيدة قوي، مش عايزة أي كلام يضايقني، خليني أفرح بالخبر الجميل ده. أخيرا همشي من البيت الفقير ده وهنقل لبيت أكبر بكتير. يلا بسرعة وصلني يا خالو. أتمنى أنك تكوني سعيدة بعد اللي أنت عملتيه ده. خلي بالك من نفسك يا ريناد، ولو حبيتي ترجعي في أي وقت تعالي، ده بيتك برضو. أكيد طبعا مش هكون عايز أرجع تاني، أنا أصلا ما صدقت ما مشيت. أنت بنت سيئة قوي. بكرة تكبري وتعرفي أن أنا معايا حق، وأنا دلوقتي هعيش حياة أحسن من حياتك. خالو أنا هطلع أستناك بره. ما تزعليش يا منى من تصرفاتها، اكيد هتعرف غلطتها وتتعلم الدرس. اتمنى يا حسن ده يحصل فعلا، وبنتي ما تضيعش مني. انتي لازم تكوني قويه علشان فرح بنتك كمان محتاجه ليكي. ما تزعليش يا ماما، انا بحبك وهفضل معاكي وعمري ما هسيبك ابدا. وانا كمان يا حبيبتي بحبك قوي، وبحب اختك ريناد، انتوا اغلى حاجه ليا في الدنيا. خدي بالك من نفسك يا ريناد، وعايزك تعرفي اننا بنحبك على الرغم من كل اللي انت بتعمليه ده. مع السلامه يا خالو، شكرا على التوصيله. شكرا يا طنط غدا ان انتي وافقتي ان انا اعيش معاكم. اهلا بيكي يا حبيبتي في بيتنا. اوعدك ان انا هدور على شغل بجانب المدرسة علشان اقدر اصرف على نفسي، وهو ده بقى اللي انا كنت عايزة اكلمك فيه. اتفضلي طبعا يا طنط. انا موافقة انك تيجي وتعيشي معانا هنا في البيت، بس بشرط انك تنظفي البيت وتعملي الاكل كمان، لان المساعدة اللي كانت بتشتغل في البيت سافرت، وانا محتاجة حد هنا في البيت، وهو ده الشرط الوحيد علشان تكوني معانا هنا في البيت. ايه يعني ده شرط عشان اعيش هنا؟ شرط علشان تكوني معانا هنا، ولو رفضتي خلاص ارجعي تاني بيت مامتك، او ممكن تدوري على مكان تاني تعيشي فيه. لا ارجع ايه، انا موافقة طبعا ان انا اشتغل هنا، هعمل كل حاجة بعد ما ارجع من المدرسة، وانا متأكدة ان الموضوع هيكون سهل. تمام جدا، اهلا بيكي في البيت، ولو كنت عايزه حاجه او محتاجه حاجه ما تتردديش انك تطلبيها مني. اكيد طبعا، شكرا ليكي مره تانيه. طيب تم، اطلعي غيري هدومك عشان تبداي الشغل، وانا هكون في مكتبي. ريناد انت لسه متاكده انك عايزه تعيشي معانا هنا في البيت؟ اكيد طبعا متاكده، انا افضل ان انا اغسل وانظف واعمل الاكل، ولاني ارجع تاني اعيش مع ماما. انتي مش شايفه ماما ان كتير اللي انتي بتعمليه مع ريناد ده، وكمان انا مستغربه انتي ازاي تعملي معاها كده. انا في اتفاق بيني وبين مامتها علشان اعلمها درس مهم وتقدر مجهود مامتها واللي هي بتعمله علشانها، ولازم ريناد تعرف غلطتها. معقول انتي وافقتي انها تيجي تعيش معانا هنا، وان دي خطه منك انتي ومامتها؟
أنا تعبت جدا من شغل البيت هنا، أنا حتى مش فاضية إن أنا أذاكر أو أخرج زي الأول. أنا تقريبا كده اتسرعت في قرار الشغل ده. تعبت جدا وعرفت قيمة اللي ماما كانت بتعمله، وإنها قد إيه كانت بتتعب معانا، وأنا لازم أصلح غلطتي دي. طنط غادة، ممكن أتكلم معاكي شوية؟ اتفضلي طبعا يا رنا تتكلمي. وبعدين الشنط اللي معاكي اللي انتي ماسكاها دي؟ انا قررت ان انا هرجع تاني لبيت ماما. بجد انا طبعا كنت سعيدة بوجودك معانا، بس هكون سعيدة اكتر لو رجعت لمامتك. بس يا ترى انتي عايزة ترجعي علشان ما تشتغليش تاني هنا في البيت؟ لا مش كده، انا لما اشتغلت عرفت قيمة الشغل، وعرفت قد ايه ماما بتتعب وانها مش حاجة سهلة، واني كنت غلطانة لما كنت بتصرف معاها بطريقة وحشة، وان المفروض احمد ربنا على اي حاجة ربنا يديهاني وعيش على قدي. انا سعيدة قوي بالكلام اللي انت بتقوليه ده، وان انت تفكيرك اتغير وعرفتي غلطتك ورجعتي عنها. وانا كمان تعدى انك هتغيري طريقتك مع مامتك، واكيد مامتك هتفرح لما ترجعي البيت. انا بشكركم جدا على الفترة اللي انا عشتها معاكم، ودلوقتي انا لازم امشي. مع السلامة. ماما ماما، انا رجعت البيت تاني، انتوا وحشتوني قوي. انا هفضل في البيت ومش همشي تاني ابدا. ريناد، معقول؟ انا مش مصدقه انك رجعتي تاني. انا اسفه يا ماما على اللي عملته والطريقه اللي انا كنت بعملك بيها، وبتمنى ان انت تسامحيني. اكيد طبعا يا حبيبتي، مسامحاكي، انتي وحشتيني قوي. اخيرا رجعتي تاني، انتي وحشتيني انا كمان. انا اسفه على كل الحزن اللي انا كنت السبب فيه. اوعدك ان انا هتغير، ومش بس كده، انا كمان هشتغل وهساعدك.